السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد رحل أو توفي الفنان هشام سليم صباح هذا اليوم، يوم الخميس. قبل ما ندوزو التفاصيل، فضلا وليس أمرا، عملوا لايك واشتراك في القناة باش يوصلكم دائما الجديد. صرح نقيب الممثلين أشرف زكي في تصريحات صحفية إن الفنان هشام سليم رحل عن عالمنا نتيجة تعرضه لمضاعفات خطيرة في الفترة الأخيرة. سيتم تشييع جنازة الفنان الراحل عصر اليوم من مسجد الشرطة الشيخ زايد. توفي الفنان المصري هشام سليم صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 64 عام بعد معاناته مع المرض السرطان. وكانت خرجت إشاعة منذ أسابيع كيقول فيها بأن حالة الفنان تدورت حالته الصحية بعد إصابته بالمرض، وخرج هو ونفى هذه الإشاعة، قال بأنه هو باقي حي. التصريحات ديالو أكد هشام حينها أن إصابته بالسرطان لا تمنعه من الاستمتاع بحياته، وقال لك راه هو كاين متواجد بعين السخنة برفقة أسرته. وكانت أخر أعمال الفنان هشام سليم مسلسل هجمة مرتدة الذي عرض في رمضان 2021، كان من بطولة أحمد عز، صلاح عبد الله، هند صبري، مجد زكي، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء. لما كيعرفوش بزاف ديال الناس أن هشام سليم ابن لاعب كرة المصري صالح سليم. وتخرج هشام سليم من كلية السياحة والفندقة بجامعة حلوان عام 1981، ثم دخل عالم الفن وقام ببطولات العديد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات. وكان أول ظهور ديالو من خلال أدائه دور ابن فاتن حمامة في فيلم الإمبراطورية ميم. وقدم سليم عددا كبيرا من الأفلام في الحقبة ديال الثمانينات، منها التزوير في أوراق رسمية والوباش الملعوب عندما يتكلم الصمت. وبدأ في العمل التلفزيوني في أواخر الثمانينات القرن العشرين، وقدم بزاف ديال المسلسلات منها الراية البيضاء، ليالي الحلمية، أرابيسك. وكان الحدث الأبرز في حياة الفنان هشام سليم هو أو هي نور نجل هشام سليم المتحول جنسيا من أنثى إلى ذكر. كانت هذه هي أبرز حدث في حياة الفنان، والذي فأجاب به الجمهور حين كشف للجميع. رد هشام سليم في حينها خلال استضافته في برنامج شيخ الحارة والجريئة عبر فضائيات القاهرة أن ابنته نور تعاني خللا هرمونيا أدى إلى إجراء عملية تحويل جنس لها من أنثى إلى ذكر. وكيقول هشام سليم، كيقول أنا ما كنت مستغرب من تحول ابنتي، قائلا منذ ولادتها رأيت أن جسدها جسد ذكر، حتى كيقول منذ اليوم الأول الذي حملتها فيه وكنت دائما أشك في ذلك. وكيصرح بأن اللحظة الحاسمة التي وصفها بالجرأة والشجاعة من قبل ابنته، خاصة في ظل وجودها في مجتمع لتقبل هذه الأمور. ملي كان عمرها 18 عام جات لعنده أنها كتخبره، كتقول له أنها تعيش في جسد غير جسدها. إلى هنا انتهى الفيديو. إذا عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة باش يوصلكم دائما الجديد، ومع السلامة في فيديو مقبل إن شاء الله.